بس كده. الخلطة التانية هجمع بين برضو عندي الجنزبيل او الزنجبيل، ده بيحرق الدهون وخاصة دهون الكبد وخافض للضغط، كذلك القرفة بتحرق الدهون وبتعمل سيولة في الدم. فانا هنا بس بحذر منهم مريض الضغط الايه المنخفض، لان لو مريض اصلا ضغط منخفض وعنده سمنة، و90% من مرضى سمنة ضغطهم عالي، اه فهتبقى امنة الى حد ما، يعني الجنزبيل والقرفة ما بيعلوش الضغط، بيوطوا الضغط بيوطوا والقرفه الضغط. بتعمل سيوله، فلو هو مريض سيوله هنشيل منه القرفه. فهو انا ليه بقول وصفه مواصفات كل عشبه؟ علشان ما تعملش وصفه ما تكونش لاقيه مع جسمك. انت طبيب نفسك بقى. فهنا القرفه والجنزبيل والسلاميكا برضو، وممكن احط نعناع كملطف. دي بس احذر منهم مريض السيوله، احذر منهم مريض الضغط المنخفض. لو انت بقى بتاخد برشام سيوله وبتاخد برشام ضغط عالي، الوصفه دي هتنفع معاك جدا جدا.